لا تلقي بالألقاب والألفاظ جزافا هكذا فتحاسب أمام الله، انتبه. ولا تكن لسانا لغيرك، لا تكن لسانا لغيرك. يعني إن كان ما يقوله هذا الرجل فيما ذكر من المعتقد في حقوق الولاء إن كان باطلا رد عليه، رد على كلامه، لا ترد على شخصه. يعني لما تعجز، هذا هو حال الضعفاء وحال من به نقص وضعف وجهل، لا يأتي إلى ما يقوله الشخص ويرد عليه بالأدلة الشرعية، وإنما يأتي إلى شخصه حتى ينفر الناس منه. ولذلك إذا أرادوا أن ينفروا من شخص قالوا هذا من غلاة الطاعة، هذا من علماء السلاطين. طيب يا أخي، عندك أدلة وبراهين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، استعن بمن تشاء ممن تتلقى عنهم، استعن بهم في الرد على كلامه، لا ترد على شخصه حتى لا نلقي بهذه الألفاظ جزافة. فأقول حتى تبرأ ذمتك أمام رب العالمين، حتى لا ينفر الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة، يقال من غلاة الطاعة، من علماء السلاطين، قل هاتوا برهانكم، الحجج أمامك، وإلا فما يقوله أي شخص إذا لم يستند على الكتاب والسنة وكلام الأئمة في ذلك فإنه مردود عليه. بإمكاني أني أصف كل واحد منكم الآن أمامي بوصف، سهل أن أصف، سهل أن يصف كل منكم المتحدث الذي هو أنا بأي وصف، بإمكان الإنسان أن يصف، لكن أين الحجة؟ أين البرهان؟